اديني شلوحتها وانبسطتي والله. لا عليها الشلوحه جدا شلوحتيها يعني كمان على الاخر. بس بقى بجد ما تضحكنيش، انا والله حاسه بالذنب. ذنبها ايه يعني ان الاستاذ الفنان بيمر بازمه منتصف العمر وراح صاحب واحده قد عيال؟ وانت ذنبك ايه بقى ان شاء الله؟ بلاش اخلاقك العاليه دي، دي واحده خاطفه جوزك. بس عارفين انا مش يعني بصراحه يعني ايه هيبقى رد فعل دينا اما تيجي تشوف الصوره متشلوحه كده؟ يا نهار اسود. ممكن حد يفتح بقى المابس ويشوف لنا اي محل بيبيع بوسترز فين؟ بوسترز يا بنتي الحاجات دي انقرضت من 100 سنه، مين دلوقتي بيبيع بوسترز؟ مفيش الكلام ده. طب اعمل ايه؟ بصي انا عندي فكره. ممكن تقولي لها مثلا ان السقف خر ميه على البوستر فالبوستر باش وباظ فرمناه. يا سلام، يعني الميه كلها سابت البيت كله واوضتها كلها والحيطان كلها وجت عند البوستر بس بتاعها. انت فاكره بنتي عندها كام سنه يا دل؟ طيب فريده انا مش شايفه في اي مشكله ان انت تقولي لها الحقيقه دلوقتي، وبكره لما هتكبر هتفهم كويس قوي احساسك كان ايه وانت بتعملي كده. يا سلام، ان شاء الله بنتي في يوم من الايام تكبر وتقول عليا ام ابي يوسف. بصراحه ممكن برضو. طيب انا عندي حد ممكن يساعدنا في موضوع البوستر ده. وساكته يا داليا، ساكته كل ده وسايباها نلف. طيب ممكن ده مش وقته دلوقتي. مين انت؟ طيب بس ده تقيل قوي قوي، وكل ما هتجيلي بقى المكتب بعد كده هتذلني بقى بحته الورقه اللي جابتها لي دي. عشان خاطري تعالي على نفسك وكلميها، ولو جت تذلك كلميني انا هاجي اتذل مكانك. كلميها يا داليا، كلميها من فضلك. كلميها كلميها. يا ربي تفتكروا هتجيبه بجد ولا بتقول كده وخلاص؟ لا ان شاء الله هتجيبه، ما تقطعيش بقى يا فريده. انا مش مصدقه المصايب اللي عماله تحصل لي النهارده. ده انا من سنه واحده بس كنت بقول بس لو اقعد ليله واحده في البيت لوحدي هبقى في منتهى السعاده. ايوه عشان ساعتها كان نفسك تقعدي لوحدك في مزاجك، دلوقتي انت مضطره تقعدي لوحدك غصب عنك. داليا بقول لك ايه، ما تجيبي عربيه تسلقيني تحتها تهرسني ونخلص. هذا الشر عليكي. لا يا حبيبتي لا بعد الشر، انت عارفه بس ان انا ايه، انا لساني متبري مني. مش معقول، رهيبه. انا ناقصه بجد بجد. في حد كان طالب بوستر تارا سالم؟ ايوه انا. ايوه ايوه هو ده. الحمد لله هو ده. شكرا على شكرا قوي. إيه؟ حاجه بسيطه كله عشان داليا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. يا حبيبي باي باي. شكرا باي. بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. يا ساتر، دي كانت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. اه وحياة ربنا ارجوكي بلاش افكارك اللولبيه. خلاص هفكر بقى، كفايه تفكير. نسيت اكتب التوقيع. ولا يهمك ولا يهمك، اهو قلم احمر اهو انقشي، يعني الموضوع سهل قوي. هعرف اكتبه يعني؟ ايوه تعرفي طبعا. يلا هجيب خطها ازاي دي كمان. مظبوط نفس الخط ولا شكله متغير؟ حلو قوي. ولا هنتفقس؟ لا 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 خالص زيه بالظبط. بجد؟ لا بجد زيه. صدقيني انت بس عشان عارفه اللي حصل فقلقانه. حسيني انبسطتي قوي. طيب يطلع غيري هدومك عشان نفت. وحشتني وحشتني جدا. انبسطت قوي وطلع ايس كريم كتير كتير قوي. ماشي يا عم يلا نعمل ايه. عمر انت رايح فين؟ شوفي فريده قبل ما تقولي اي حاجه، انا عارف ان انت شفتي الصور. طب كويس قوي والله. ساعتها ما فكرتش ممكن احس بايه لما اشوف بنتي خارجه معطره من ورايا؟ ممكن اعرف انت كنت بتفكر ازاي ساعتها؟ على فكره مش انا اللي فكرت، دينا اللي كانت عاوزه تشوفها. وانا مش موافقه. اظن ده حقي. حقي يكون ليا راي، ولادي يشوفوا مين وما يشوفوش مين. انت عايز ايه يا عمر بالظبط؟
عايز ولادي يكرهوني؟ ايه يا فريده؟ كل ده عشان خاطر خروجه واحده؟ في ايه؟ في اب عاقل يخرج ولاده مع واحده ماشي معايا. ماشي معاها؟ انت عارفه مشكلتك ايه؟ مشكلتك هنا ان انت مش متخيله ان دي ممكن تكون علاقه بجد. ايه ده انت ليه شلتي البوستر؟ هطبع صوري مع زهرة احسن واعلقهم. انا خدت صور معاها كتير قوي يا مامي وعملتهم بوست على انستجرام وجالهم لايكس بالهبل. البنات بتكلمني بتظبط خروجات معايا. طيب انا طبعا مبسوطه قوي الناس كتير عايزين يخرجوا معاكي، بس انت فاهمه طبعا ان هم مش عايزين يبقوا اصحابك بجد صح؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان هم عايزين يخرجوا معاكي عشان انت تعرفي واحده مشهوره، مش عشانك انت يا دندن. انت تستاهلي اصحاب احسن من كده. زي مين؟ داليا ولانا؟ يا مامي انا عارفه انك غيرانه منها عشان بابي سابك وراح لها، بس هي فعلا حلوه وتستاهل حد حلو زي بابي. دينا واتش يور ووردز. لا يا مامي اي وونت. مامي يا ريت انت اللي تخرجيني من مشاكلك مع بابي، انا ماليش دعوه ولا عايزه يكون ليا دعوه بطلاقكم. مساء النور يا فندم. احنا طلبنا نجيب حضراتكم النهارده عشان عايزه اعرف حضرتك ليه ما حضرتيش الريدنج داي بتاع الامهات؟ اه انا الحقيقه جالي يعني ظرف طارئ في الشغل فاضطريت ابعت الناني. في الحقيقه يا فندم احنا عاملين اليوم ده مخصوص علشان الامهات يقضوا وقت طويل مع اولادهم ومع اصحاب اولادهم، ولما كتبنا الانفيتيشن كنا موضحين جدا انه ممنوع البيرنتس يبعتوا لا الناني ولا اي حد من افراد الاسره بديل ليهم. احنا سمحنا لميرفت استثناء بس عشان خاطر مراد ما يحسش انه لوحده، لكن ده ممنوع وكده بيخالف الرولز دي تماما. ضد الرولز؟ مش فاهمه يعني ايه. احنا اسفين جدا يا فندم واوعد حضرتك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. اعتقد يا فندم ان حضرتك مش محتاجه حد يقولك عن حاله مراد، وبرده مش محتاجه حد يقولك ان الاطفال اللي عندهم صعوبه في التعلم محتاجين اهتمام اكتر بكتير من الطفل العادي. لا انا اللي ما اسمحش لحضرتك انك تتهميني ان انا مقصره مع ابني. اولا انا كنت بشتغل ما كنتش بلعب. ثانيا بقى حضرتك عارفه مصاريف المدرسه دي كام؟ اكيد عارفه. عارفه بقى مين اللي بيدفع المصاريف؟ انا اللي بدفع المصاريف. يعني لو مفيش شغل مفيش مدرسه مفيش مصاريف مفيش ريدنج داي اللي حضرتك بسببه قعداني كده قدامك زي التلميذه. فلو سمحتي رجاءا يعني لو مفيش مصيبه بجد انا مش عايزه حد من المدرسه يكلمني. شكرا.